حبيت شاب سهر بسوريا. من وقتها حبيته وكتير، إنه مشاعري كانت حلوة ناحه واتجاهه. أنا محمد، نص لبناني ونص سوري. أنا غايس، حبيبه لمحمد، واسمي الجديد جينيفر. أنا ناوي أتزوج وحاب أتزوج ونكمل علاقتنا سوا. أهلي موافقين وكل، إنه ما عندي مانع. بالنسبة لحمودي، كتير بيغار علي وما بيخليني أظهر ولا أحمل تليفون. بدي إنه قانون الزواج، إنه من كتر الغيرة إنه هلأ ظهراته ممنوع يطلع، فوتاته ما حكي مع شبابيك. بدي أضمن حقي أنا، عشان هيك عم مطلب بالمجتمع العربي زواج نسبي. مستقبلا إن شاء الله حنبني من أسرة.